يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام، نحن معكم اليوم من قصر اليونسكو بمناسبه افتتاح المعرض الفني التشكيلي لمرور 40 عام على رحيل العندليب. مشارك بالمعرض فوق ال 70 فنان، رح نكون معكم بجوله على الفنانين لنشوف من وين بيستوحوا رسماتهم، فتعوا معنا. بونسوار. فيك تعرفنا اكثر عن حالك؟ جو صقر، مهندس ولاندسكيب اركيتكت وبرسم. شو سبب مشاركتك بالمعرض؟ مشاركتي للمعرض هي اول شيء حبي للطرب وحبي لطرب عبد الحليم وتكريمه عبر روحه او بورتري. شو علاقه هيدي الفتاه بعبد الحليم حافظ؟ عندك العيون الزرق، الشعر الغجري، هاتنين مرتبطين شوي بالاغنيه قارئه الفنجان. قد ايه بياخذ عاده معك وقت النحت؟ شهرين تقريبا اكل وقت. وشو بيعني لك عبد الحليم؟ عبد الحليم هو تاريخ للغنى وهو من اهم الفنانين المطربين اللي مروا بالعصر. هو رمز بحد ذاته يعني، وانه الاحتفال بذكرى الأربعين او باي ذكرى له هذا شيء واجب فني يعني. كل انسان بيعبر، الانسان الشاعر بيعبر بشعره، الرسام بيعبر برسمه مثل ما عم بصير هلا. شو بيعني لك العندليب؟ العندليب هو يعني الإحساس، الشعور، البساطة بالممتنع، السهل الممتنع. كان عبد الحليم شخصية محبوبة من أكثر الجماهير، بقى من هون نحن بعده له شيء بقلبنا، بنرسمه بنغني له، بعدنا بنسمعه لعبد الحليم ما بننسى. شو رسالتك من هيدي اللوحة؟ هلا اساسا انا مثل ما مبينه رفع ايده وفيها حزن، يعني الوداع الاخير له كانت، وكنوته موسيقيه عامله مثل طابع له اللي هي حاضنته، وكلمات من اغاني، بس اجمالا الوداع الاخير للعندليب الراحل. يعني مر 40 سنه وبعده على العندليب كانه بعده عايش، هيدا الشيء شو بتحب توجه رساله للجيل القادم؟ فعلا عبد الحليم العندليب الاسمر لم يزل حيا في قلوبنا، لأن سبق وقلت لك إرثه كبير في المكتبة الموسيقية العربية في والعالم أيضا، مشان هيك حبينا أن نرسمه ونكرمه ويظل ذكراه متجددة لو هو موجود بقلوب كل الناس. وشو استوحيت من وين استوحيت هاللوحة؟ استوحيتها من انا لانه عاشرته كثير بمصر، وهيك استوحيتها من طبيعته هو، يعني هو طبيعته كثير حزينه وكان كثير يمرض حرام، بقى حبيت فرجي الوجه تبعه التعبان، وبنفس الوقت اللي كان كثير يعبر وهو عم بيغني. يعني بتعتبري انه هيدا الفن هو فن حيضل مستمر، ولا بتعتبري انه يمكن يجي نهار ويروح؟ ما أظن، لأنه هلا مع المودرنيتي، مع السيفيليزيشن، العالم بتقدم في الماتيريال كتير، وإحنا محتاجين نريح شوي في الأحاسيس وفي الأبستراكت، أوكي؟ سو أظن إنه هذا فن المستقبل، هذا الفن المستقبلي. شو بيعني لك عبد الحليم؟ عبد الحليم هو الفن، هو الرومانسي، هو الفن الراقي، هو الجمال، هو الحب، هو كل شيء جميل. مزبوط ميمي. شو بتحبي تقولي كلمة أخيرة للمشاهدين؟ بتمنى يكون المعرض عجبكم ولوحتي عجبتكم، وشكرا لكم. نحن منتشكرك حبيبتي، الله يخليكم. وهيك كانت جولتنا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا مر 40 سنة على وفاة العندليب وهو بعده عايش فينا، وطربه وفنه بعده عايشين. فبتمنى من الجيل القادم انه ما تنسوا هذا الفن، وهذا هو الفن، وهذا هو الفن الاصيل. احنا بنتشكر متابعتكم، على امل اللقاء القريب، وشكرا.